تعتبر لحظات الاعتراف بالحب من أهم اللحظات في العلاقات العاطفية، لذلك يبتكر العديد من الأشخاص طرقاً مختلفة لجعلها لحظة مميزة جداً، وقد يفكر البعض في أن تكون هذه اللحظة جنونية. لكن حلم الشابة التي تدعى كينيشيا أنطوان تحول إلى كابوس بعدما نشرت لقطات تحمل الفاجعة والحزن لصديقها الأمريكي ستيفن الذي تقدم لخطبتها أثناء عطلة لهما في تنزانيا قبل أن يعلق تحت أو يعلق تحت الأعماق الزرقاء ولم يخرج كما وصفت كينيشيا. هذه اللحظات لم يكتب لها نهاية سعيدة، وانتهت رومانسية ستيفن بغرقه داخل مياه تنزانيا. لكن قبل أن يحدث هذا، سجل لنفسه فيديو وهو ممسك بخاتم الخطوبة وورقة يعبر فيها عن مشاعره. جاء في رسالته أو رسالة طلب الزواج: لا أستطيع أن أتنفس لفترة طويلة بما يكفي لأخبرك بكل ما أحمله من حب لك، لكن كل ما أحبه بك يا حبيبتي هو أنني أحبك أكثر كل يوم. هذه القصة الحزينة مشاهدينا خرجت إلى العلن عندما نشرت بطلتها كينيشيا صوراً وفيديوهات مرفقة مع رواية الحادثة، وهذا عبر حسابها على الفيسبوك، حيث عبرت عن ما بداخلها بكلمات رثاء معبرة مؤكدة بأنه لو عاش لكانت ستوافق على الزواج منه، وكانت ستقول أجل 100 مليون مرة. الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص تفاعلوا وتأثروا برواية كينيشيا وقاموا بتداول فيديو يوثق لحظات عرض ستيفن الزواج منها قبل النهاية المأساوية. لنتابع ما قاله ستيفن في كلماته الأخيرة. What does that say? Oh, it's so cute. What?